يخشى المرء من أشياء كثيرة شيخ صالح، ولا سيما ما عبر عنه علماؤنا بالاستدراج. هل تتفضلون بشرح هذه العبارة ليحذرها المؤمن جزاكم الله خيرا؟ نعم، الاستدراج خطير، الاستدراج خطير. قال الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالنعم إذا كانت مع الطاعة فإنها خير ودليل على رضا الله سبحانه وتعالى وإعانة على طاعة الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا كانت النعمة مع عبادة ومع طاعة فهي خير وإعانة من الله، وإذا كانت النعم مع المعاصي ومع الكفر فإنها استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه وتعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذا هو الفارق وهو العلامة. النعم إذا كانت مع الطاعة فهي خير وإعانة على طاعة الله ودليل على رضاه سبحانه وتعالى، وإذا كانت النعم مع المعاصي والكفر فإنها استدراج من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف للمؤمن أن يحذر هذا الشيخ صالح؟ ينظر في نفسه وفي عمله، فإذا كان على طاعة الله وعلى الاستقامة فإنه يعتبر هذا من إعانة الله له ويشكر الله على ذلك، وإن كان على معصية وعلى ذنوب ومخالفات فليعلم أن هذا استدراج من الله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يغتر، لا يغتر بهذه النعم وهذا الإمهال من الله عز وجل. كثير من الناس اغتر واغتر الشيخ صالح، هل من كلمة؟ نعم، كثير من العالم اغتر واغتر وحلت بهم العقوبات. هذا سنة الله جل وعلا في خلقه الأولين والآخرين، لا شك أن هذا واقع، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوقظ المسلمين لطاعته وأن يجنبهم طريق معصيته وأن يتنبهوا إلى هذا الأمر الخطير ولا يغتروا بما يعطون من النعم والسعة في الأرزاق، يغفلوا عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى ويحملهم ذلك على الأشر والبطر والكبر كما حصل لقارون وغيره من أصحاب القوة والجبروت، ثم قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم من قصة عاد وثمود وقوم فرعون. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.